أهلا طلاب، نكمل مادة اللغة الإنجليزية لأن من وراء امتحانات نص السنة لحد هاي اللحظة ما أخذنا مادة، يعني نكمل أقله كم واحدة أو نحاول. وصلنا للواحدة الثالثة بالفصل الأول، يعني بالكورس الأول. الواحدة هذه تتكلم عن الماضي، يعني بتشوف العنوان هو وط happened next، ماذا حدث بعد ذلك. فالمفردات أو العناوين الموجودة بهاي الوحدات هي ال past tenses، الماضي، زمن الماضي أو أزمنة الماضي، ال adverb الظروف، وال time expression تعابير الوقت. نجي بأول فقرة، يقول here are the past tenses forms of some irregular verb. irregular verb، طبعا احنا نعرف الماضي انه نضيف ايدي، بس اكو يعني بعض الافعال تكون شاذة حتى بإضافة الإيدي. مرات أكو يعني الحرف قبل الإضافة الإيدي يدبل أو يحول، يقلب الواي إلى آي، أو أكو أفعال تكون شنو، تكون يعني غير قياسية أو شاذة تسمى. مثلا الجو تبقى وينت، فنجي لهنا الواز والوير، الماضي مال شنو هذا، مال بي مو الوينت، هي ماضي مال ايش، مال الفعل الرئيسي جو. سو هي الماضي مال الفعل الرئيسي سي، اس دبليو يرى. ثوت فكر، ماضي فعل مالها شنو، ثينك. بوت ماضي، هاي تختلف، المضارع مالها ايضا هو put نفسه. يبقى did ماضي فعل، المضارع او مصدر الفعل مالها شنو هو، do. got حصل، المضارع مالها شنو، get يحصل. had للتملك، أو كان مثلا بالماضي هو المضارع مالها have. met صنع، المضارع مالها make يصنع. came جاء بالماضي. come جاء الآن. said قال. say يقول، مضارع مالها سيد. وهذه الأفعال يجب أن تحفظ حتى نفهم هذه الوحدة. What a mystery. mystery يعني غموض أو عدم وضوح. past simple المضارع البسيط. Read the beginning of the newspaper article. اقرأ الافتتاحية، beginning of the newspaper المقالة في الجريدة. article مقالة، newspaper هي الجريدة. Who do you think is the dark figure؟ dark figure هي الشخصية الغامضة أو الشخصية أو الفاعل، يعني يجي كمصطلح dark figure. Why did he open the door? Open the other doors. Why did he go to the kitchen? Where do you think the story is taking place? فأنا يقول أريد أن هذا الاسم ما عندنا، فنجي نقرأ هذه المقالة اللي هي استفتاحية أحد الجرائد. Who let the dog out؟ من سمح أو من
يعني الشخص اللي فتح الباب لهذه الكلاب. طبعا القصة هنا تتكلم عن شو اسمه، يعني مثل مكان هو ملجأ للكلاب، مجموعة من الكلاب، وراح يصير بيه حادثة غموض أنه يتابعون يعني يقومون يسدون العاملين هذا المكان، يسدون الأبواب ليلا، يجون ثاني يوم الصبح يشوفون الأبواب مفتوحة. فنيجي نقرأ هذه القصة من last month، هذه هم أيضا تحكي عن القصة. It was night. A dark figure، مثل ما قلنا هاي الشخصية، carefully unlocked the door and went out. فنيجي نقرأ القصة ونشوف الأفعى. طبعا احنا لا ننسى انه هنا لازم تصادف عندنا الأزمنة بالماضي، أزمنة الماضي هنا راح تصادف عندنا، لأن الوحدة تخص الأزمنة في الماضي. فهنا يقول لي last month strange things began to happen at London's Battersea Docks House. هذا المكان London's Battersea Docks House، يعني Docks House بيت أو ملجأ الكلاب، واسمه London's Battersea، المنطقة اللي موجود بها. فيقول لي strange things begun، began هو الماضي مال begin، to happen at London's Battersea Docks House. Every morning when the staff arrived، arrived هنا بالماضي اللي هي الماضي مال arrive، يصل هنا بيتكلم. طبعا عندي هنا بالماضي يقول لي every morning when the staff arrived they شنو، ده يحكي شغلة بالماضي، ما قال لي they see، they saw. So هو الماضي ما نسي. That a lot of dogs were out of their cages، يعني عدد كبير من الكلاب هم خارج أقفصتهم، الأقفصة المخزون اللي هم موضوعين فيه بهذا الدار. It was a mystery، was أيضا هي الماضي مال مثل ما قلنا البي فعل to be، ما is are is، ما قلت it is a mystery، it was كانت a mystery غموض، يعني الميستري تجي غموض أو شيء محير. It happened، happened ماضي، so many times، تحصل مرات عديدة. Said Amy Weston، هذا طبعا one of the staff، staff هو العاملين بهذا المكان، مثل ما نقول يعني الستاف التدريسي، يعني الأساتذة أو الستاف العامل بالمطعم، أو يعني هو الطاقم اللي يقود هذا يدير هذه الهاوس مال الكلاب مال الدوكس ستاف هذا. We even thought that perhaps it was the ghost، شبح، of the Mary Telby، يعني اعتقدوا انه هو شبح مال الماري، هذه الشخصية، هذه المرأة اللي كانت يعني تملك هذا الهاوس، هذا البيت، ايجز اجو، يعني قبل اكثر من 100 سنة. They say، هنا استخدمنا المضارع، ما قلنا they said، they say لان ليش، لان هي حقيقة هنا نستخدم، او حتى تقدر تقول they said، بس هنا استخدموا they say المضارع، that Mary Telby who started the house in 1860 in 1860، يعني قبل 1000 قبل 180 سنة، هاي اللي هي بنت البيت. فهنا اعتقدوا انه شو اسمه الجوست مالها، يعني الشبح مالها، هو يجي يحرر هاي الاقفاص ويخلي الكلاب تطلع برا.
who started the house in 1860 comes back at night, تجي روحها بالليل to hunt it. يعني hunt لاصطياد. يجون لاصطياد هذه الكلاب يعني روحها. So سووا طبعا هناك كاميرات وكو شو اسمه يقدرون. So they put cameras in all the cages and film it what happened. They put بالماضي مثل ما قلنا البوت هي نفس تبقى بالفعل شاذ cameras كاميرات in all the cages في جميع الأقفاص and film it صوروا يعني سووا فيديو what happened. الكاميرا طبعا تبدي تصور ويشوفون بعدين ثاني يوم يرجعون الكاميرا يشوفون شلون الفعلا هو الجوست الشبح مال هذه ماري اللي بنت البيت قبل 1800 قبل 180 سنة او هو شيء اخر يعني علمي او منطقي. Next day the staff watched بالماضي هي الماضي مال watched the film طلعوا الفيديو هذا اللي مال الكاميرا اللي صوروا بيه الأقفاص. They were amused at what they saw. موسي saw بالماضي. They were amused يعني اندهشوا. Amazing. They were amazed عفية مو amused amazed at what they saw. كانوا مندهشين مما رأوا أو شافوا. Red a 4-year-old lorch طبعا هو نوع من انواع الكلاب هنا خلى لك اياها نجمه وكتب هنا a type of dog lorch احمر 4 سنوات عمر 4 سنوات lorch نوع من انواع الكلاب هو used his teeth يستخدم اسنانه to open the door of his cage اول مره يفتح يستخدم اسنانه ويفتح الباب القفص مالته. All the dogs وين كنا هنا to open the door of his cage then he did the same for his friends in the next cages. طبعا يفتح شو يسوي يفتح الباب مال القفص مالته وراه ما يتفي يطلع بوعده يفتح الأقفاص أو الأبواب للأقفاص الباقيات ويحرر الزملاء والفريند ماله. All the dogs got out مو get out got out بالماضي and had a great time. طبعا يجتمعون. Amy told us Amy هي واحدة من العاملات هنا واللي من الستاف قلنا واللي شغلوا الفيديو وشافوا الفيديو. Told us that they ate هي الماضي مال eat E-A-T eat هي مضارع الماضي ماله شو راح يصير ate أكو فعل أيضا هو irregular غير قياسي فعل شاذ يجب أن يحفظ. They ate lots of food الكثير من الطعام had lots of fun يستمتعون يعني مرح فن هناك مرح لدي يكون عندهم الكثير من المرح طبعا من طلعوهم للأقفاص واجتمعوا سوا وهم هم أيضا يعني حيواناتهم بهم شو اسمه اجتماعية من يكونون كجروب طبعا تصرفهم يكون شوية بمرح أو ب and games يلعبون لعب أيضا and met lamek met هي الماضي مال ميك met lots of mess هو يعني فوضى او وسخ او ساخ او فوضى او يعني reporters from Japan Germany and America reporters يعني كتاب او مدونين او صحفيين تجي reporters report هو تقرير ريبورتر صحفي طبعا اجوا من الجسم من هاي الدول يابان وجيرماني المانيا وامريكا come to filmed read and
400 people phoned because they want to give him a home. طبعا هذا شو اسمه صار مشهور هذا الكلب ابو ريد سموه ريد 4 years old سماه هنا شنو لورد هذا ريد 4 years old عمره 4 سنوات وهو احمر اللون لورد تشامب معناها سووا من شو اسمه من امريكا ويابان قلنا وجيرماني رادوا يسوون فيلم يعني على هذا الكلب وهاي القصه ككل يعني شلون يجي يفتح بابه شلون يجي يحرر زملائه وبعدين يجتمعون وصار غموض بالنسبه لشو اسمه الا خلوا كاميرات وراقبوا وبالبدايه اعتبروا انه هو شبه جوست مال هذا المالك هاي الامراه اللي ملكت الهاوس اللي بنته قبل 1180 سنه بلندن فهنا صار شو اسمه مشهور هذا و400 بيبل يعني خابروا طبعا هنا هي قصص حقيقيه ها فوند بيكوز ذي ونتد تو جيف هيم ا هوم يعني خابروه انه يريدون يستملكوه وينطوه شو اسمه ريتس ا فيموس فيلم ستارت ناو وسووها فيلم هذا يعني هاي القصه سووها فيلم هي از ا ريالي سيلبرتي هو مشهور جدا بالحقيقه سيد ايمي قالت ايمي فخلصت القصة هنا مع هذا فالقصة مغزاها انه استخدام المضارع البسيط وقصة حلوة وجميلة ايضا وهي حقيقية ايضا فهنا يقول لي what are the past form of the verbs from the article which are irregular which are irregular طبعا الريجولار هي اللي اقدر اضيف ايدي على نهاية الفعل مثل look تصير looked هو run شو تصير run اركض تصير rain اليو تنقلب الى اي هذا irregular هذا regular open regular opened ed begin irregular يصير begun تقلب الاي الى اي arrived regular arrived اضيف ed والاي موجوده اضيف فقط دي start regular اضيف ed يصير started watch regular يصير watched use regular يصير used tell irregular يصير told eat يصير ate فلازم هذه الافعال كلها تعرفوها You will hear six هنا ما عندي فيديو مثل ما قلنا حتى شوي نمشي بالوعي. Complete the questions. What did Red do? He opened all the cage door. طبعا هنا تقرا هاي القصه احتمال بامتحان تجي تعطيك قصه وانطيك فراغات ومو شرط اي قصه مثلا من شو اسمه حتى اذا قطعه خارجيه تكون او اي شيء اخر. هنا نفس الحاله. Why فراغ the door? Because he want to go to the kitchen why he opened the door طبعا شو يسوي بالباب فتحه how often فراغ many times how often did that happen او the red dog opened the door يعني تقرا هي اسئله تخص هاي قطعه احنا نمشي شويه بالماده هاي تبقى لكم هاي صوره لل Please make sure my nail door is always locked. I can open them. صار مشهور هذا. طبعا هنا عندي الجرامر سبوت. جرامر سبوت يقول لي what tenses are nearly all the verb in the article? How do we form the question and negative? شلون نسوي أسئلة وصيغة سؤال بالماضي. طبعا صيغة السؤال بالماضي يقول مثلا he opened the door اقول did he open the door did دائما تكون هي سؤال عن الماضي ويجي الفعل فعل بشكل مباشر يعني فعل مصدر ما اقول did he opened the door did he open the door لان هي did نفسها تغني عن السؤال بالماضي هنا spelling rewrite the past simple or the regular verb look looked play
plate, wanted, arrived, used, decided, stop, هنا stop, stop it, بس لازم من يكون عندي حرف علة قبل الحرف الصحيح وأضيف إيدي لازم أدبل الحرف الصحيح. plane, planet. هنا إذا عندي حرف علة وقبله حرف صحيح بالعكس فالتراي تحول الواي إلى آي. تراي ترايت. ستدي ستديت. آي إي دي يصير. فهاي تبقى لكم. شوف هنا wanted plate. هنا بالبلاي عندي حرفين علة واي والاي تقريبا فبس أضيف إيدي. هنا حرف صحيح صحيح أضيف إيدي. هنا يقول لي make a connection. هنا أعطاني فعل. وكمل جملة. phone rings answer it. feel ill تشعر بالمرض لازم أكون شنو go to bed. go to bed or go to doctor. make a sandwich اصنع sandwich او لفة احنا نسميها بالعامية. لازم شنو eat it. mention it, pass it, wash my hand. be hungry يعني انت سويت اللفة او الساندويش لان كنت جوعان. have a shower. have a shower شنو يجي وراها. mish pass it. wash my hair والى اخره. يعني هذه ما اعرف ما مهمة موجودة هنا بس على كل هنا ask and answer يعني انت اذا انت وصديقك لو مثلا اكو حضور بالجامعة كانت تسأل هاي what did you do last night last week يعني تسأل اي اشياء عن الماضي وتسأل بهاي ال W question اللي قلنا عليها who why where how how many how often والى اخره. طبعا نكتفي بهذا الفيديو ونخلي فيديو اخر نجي نكمل الوحدة بي. خذنا تقريبا صفحتين بعدين راح نجي ان شاء الله بالفيديو القادم راح نجي نشوف قصة هذا اللص ستيفن بيدوايزر. قصة ايضا حقيقية وراح فيها ايضا شغلات افعال تدل على الماضي وحتى نكمل الوحدة.